رجعنا لكم. بص يا سيدي، نوصل بقى للحته اللي احنا ابتدينا من الاربعه اللي فيها التصاعد العجيب الغريب. القصه كلها مؤسفه يعني، لا تليق بالنبي صلى الله عليه وسلم ابدا. احنا النبي اللي نعرفه في القران. خلاص، المهم خد معاه بقى مين؟ ابو نائله. يعني الاثنين اللي رايحين له، اخوه من الرضاعه بشكل حقيقي، واخوه من فرض العلاقه والصداقه، اللي هو محمد بن مسلم. المفترض كان معاهم شخص ثالث، صحابي ثالث اسمه عباد بن بشر، ما لناش دعوه بيه، يعني مش هيفيد في الروايه. المهم الاثنين دول، فنزل فدعاهم الى الحصن، يعني دخلوا فنادوا فقال لهم اتفضل، هو عارفهم من الصوت. فنزل اليهم فقالت له امراته اين تخرج هذه الساعه؟ فقال انما هو محمد بن مسلمة واخي ابو نائله. يقول لمراته، انا قلت لكم ده من اربعه، ما تقلقيش، ده اخويا واخويا، يعتبر واحد من الرضاعه واحد من الصداقه. شوف ها الاستئمان. خلاص، فقالت اسمع صوتا كانه يقطر منه الدم. قالت له في غدر هيحصل. فقال لها ايه؟ قال لها قال انما هو اخي محمد بن مسلمة، محمد بن مسلمة ورضيعي ابو نائله. قال لها انت بتتكلمي ازاي؟ ده اخويا ورضيعي، يعني أأمن اتنين عليا. وقال لها الكلمة اللي أنا ختمت بها من أربعة، إن الكريم لو دعي إلى طعنة بليل لأجاب. شوف الكلام، بيقول لها دي من عادات الشيم العرب، الكرم، العهد، استقبال الملهوف، ده بعيد إن هو كافر مؤمن، دي مالهاش علاقة، وبالتالي بعيد عن كل اللي هنتكلم فيه عن نبوة النبي وإنه مستحيل يقبل شيء كهذا. ده عادات النبي نفسه كعربي كقريشي لا يغدر. وحتى تبرير الغدر اللي هتقروه بعد كده في شرح البخاري او هقوله لكم وفي عند الفقهاء غريب عجيب، يعني غريب عيب، يعني تبرير معيب. خلاص، فقال لك ايه؟ قال كلمه زي ما قلت لكم من افضل كلام الرجال التي تقال بالعموم في اي رجوله او في القيم العربيه. قال لها ان الكريم لو دعي الى طعنه بليل لاجاب، يعني لو انا دعيت بالليل لاغاثه ملهوف وعارف اني هطعن هستجيب هروح، عشان ده ملهوف وليلا في حاجه لازم اعملها انا كراجل وكقيم عربيه. بعدين اطعنت مش مشكله اقبلها، بس ما اكونش جبان. شايفين الراجل؟ الروايه بتصور الراجل في اعلى درجات الاستئمان والقيم والرجوله، وبتصور الصحابة اللي واخدين مفروض اللي بيسموه الايه الابروفال، الموافقة من الرسول، في أدنى درجات، يعني أقول إيه، الغدر. ده اسمه غدر لا يعرفه الإسلام. خلاص، فنزل، خلاص نزل لهم، ودخل محمد بن مسلمة معه رجلين. احنا قلنا واحد منهم أبو نائلة اللي هو أخوه رضيعه، رضيع كعب بن الأشرف اللي هم عايزين يقتلوه، والتاني ده عباد بن بشر. عباد بن بشر. خلاص، البخاري بيتدخل هنا بيقول بعض الرواة قالوا أسماء الرجلين، سيبك نكمل الرواية تمام من غير الجملة الاعتراضية. فقال إذا ما جاء محمد بن مسلم. بص بقى، محمد بن مسلم هيقول الكلام ده قبل ما يدخلوا له، بيتفق مع الاثنين اللي معاه إزاي هيقتلوه. بصوا بقى طريقة القتل كمان، الطريقة نفسها غير الأسلوب اللي اتبعوه لاستدراجه. بص الطريقة، بيقول فإذا ما جاء فإني قائل بشعره فأشمه أو فأشمه. يعني إيه؟ هم عارفين هو كان وسيم زي ما قلت لكم قوي قوي، وبيحط عطره، الناس النظيفة دي. فأو قال لهم خلي بالكم، العطر زمان العربي كان زي دلوقتي إخواتنا في الخليج، حاجة اسمها كده بيتبخر وبيحطوا حاجة في شعرهم يبات بيها زيت كده، عطره اللي هو اسمه مسك أبيض. قال لهم فانا عارف، هو عارف بقى اخوه، فقال لهم انا عارف ان هو دايما بيتعطر وكده، فانا اول ما هيجي بصوا هقول ايه. بس قال لهم فاني قائل بشعري فاشمه. خلاص، فاذا رايتموني، يعني هيشم شعره كده ويوطي راسه، فاذا رايتموني استمكنت من راسه فدونكم فاضربوا. الله على استغفر الله العظيم، يعني ايه ده؟ احنا على الحق نفترض، زي ما هقول لك دلوقتي طريقه القتل المتقال في القران، اي قتل، قتل الشرع يعني،
بلاش قتل الشرع، احنا على الحق، والشخص ده هو اللي على الباطل، قوم احنا اللي نقتله بالطريقة دي، وهو اللي يطلع راعى العهد واستأمن الناس وأعلى قيم الشهامة والرجولة. هل ده يعقل؟ ان يتصور الكافر المعاند بالأوصاف دي ويتصور الصحابة بموافقة الرسول بالأوصاف الغادرة دي، ثم مش بس غادرة، يعني الطريقة دي فيها خسة لا تليق بالصحابة العظماء ولا بالنبي أصلا، عيب. يعني مش بس راحوا قالوا له أول ما وقفوا قدامه قالوا له أنت بتتكلم عن الرسول وطلع سيفك، زي كده وقعت علي بن أبي طالب للي أرى، أو يعني معلش بتكلم كأنكم عارفينها، يعني وقع مع الكفار، فكان عندهم واحد اسمه عمرو بن ود، اسمه كده عمرو بن ود، جامد قوي في المبارزة. يعني سيدنا علي بن أبي طالب قال له تعال نقف قدام الناس، وهو قال من لي، يعني كان بيستعرض بيقول مين راجل يعني يقف لي، طلع له علي بن أبي طالب صرعوا بعض، يعني برزوا بعض لحد ما علي قتله، ده قتل الشرف، ده قتل حرب. لكن راحوا له، ومش بس بقى الغدر اللي منزلوه، لا 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 لا، ده بيقول لهم انا بقى عارف طبعه اللي هو اخوه يعني محمد بن مسلمه، لما يجي هيكون حاطط عطر كعادته، انا هقول له ايه الريحه الحلوه دي، فهوطي راسه، ركزوا، اقبلها يعني قصدي اشمها، اول ما اوطي راسه شمها فدونكم فاضربوا اقطعوا رقبته. ده ايه ده فين ده؟ خلاص. وقال مره، بص بقى، ثم أشمكم، يعني إيه بقى؟ قال لهم لا أنا هعمل خطة أجمل شوية، أنا هشمه وبقى أقول لكم بصوا كده شموا معايا، فأنتوا تميلوا عليه فهو يمل لكم براسه فاضربوها، اضربوا عنقه يعني. فنزل إليهم متوشحا لابس، وهو ينفح منه ريح الطيب، يعني زي ما بقول لكم إيه الريح الطيب في كل حتة تنفح يعني. فقال ما رأيتك اليوم ريحا، أي أطيب مرة شفتك، ده محمد المسلمة اللي بيقول لك كعب بن الأشر. وقال غيره عمرو قال عندي أعطر نساء العرب وأكمل العرب، بيقول لهم أنا متعطر كده عشان أنا مراتي اللي في البيت أجمل العرب وأعطر العرب، يعني أكتر ست بتتعطر، فهو عايز يقول لهم أن يعني العطر ده من كتر قعدتي جنبها. خلاص. قال عمرو فأتأذن لي أن أشم رأسك؟ قال نعم. فشمه ثم أشم أصحابه، تعالوا شموا، ثم قال أتأذن لي؟ قال نعم. فلما استمكن منه قال دونكم، أهو مع قدامكم اضربوه، فقتلوه، ثم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروا. ألف مبروك والله حقيقة، يعني ال- 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 الحديث خلص. بصوا بقى، تعال نحط افتراضات اللي طلعوا الرواية اللي أخرجوها زي البخاري ومسلم، بالمناسبة دي من اللي بيسمى متفق عليه، لأن مسلم أخرجها هي كوبي بيست، والفقهاء بقى بعد كده ده إيه بكرة الحكم اللي خدوه. بس هنسأل سؤالين ثلاثة. بص يا سيدي، البخاري له طريقة جميلة قوي 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 قوي، زي كده موضوع الجونية للي متابعني. هو أخرج الرواية مرة مراته، مرة مش مراته، مرة ما خطبهاش أصلا ولا تعرفه، ودخل وحاول، استغفر الله العظيم، يعني تقولوا عليه أنه حاول يلمسها فتقول له أنا ملكة وانت سوق. فالبخاري عشان يعني طريقته الإمام الفاضل العظيم المبجل، عشان يخلص من القصة دي فبوب الباب بباب ملوش أي علاقة بالنص، عشان يطلعها مراته، مش عشان الرسول معاذ الله أخطأ، عشان الرواية دي ما حصلتش أصلا. فهو لما الرواية لقى قدامه واحد داخل يلمس واحدة هي مش مراته أصلا، بل قالت لهم مين ده معرفوش، يعني ولا تقدم لها ولا اتجوزها ولا خطبها ولا إجاب ولا قبول، فرح قايل إيه؟ بابه من طلق امرأته بالمواجهة، يعني واجهها بالطلاق، من واجه امرأته بالطلاق، اسم باب كده. فأنا طول الحلقات دي لو فاكرينها في شهر 7 قلت له يا إمامنا الفاضل البخاري الجواز ده حصل فين، اللي هو باب من طلق من واجه امرأته بالطلاق، او وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق، يعني هو الباب اسمه كده. طب فين امرأته دي وفين الطلاق اذا كان مفيش جواز؟ فطريقة البخاري عايزة دراسة بصراحة غير دراسات ابن حجر. احنا قلنا ابن حجر بيتأله بحب البخاري فما بيغلطوش ابدا، يعني الخطأ البشري العارض اللي الرسول حكى عنه من اجتهد واخطأ،
وإلا نبقى احنا ملايكة بقى، الناس دي ملايكة. فالبخاري حتى لما يلاقي رواية مشكلة يعني فيها إشكال يصدق السند واللي يحصل يحصل. كويس؟ فمعنى إيه يصدق السند؟ لازم يلاقي لها مخرج. فالمخرج عند البخاري إيه؟ الإمام الفاضل العظيم، التبويب. فأنا بقول لكم كده ليه؟ عشان البخاري لما أخرجها في الباب ده سمى الباب إيه؟ باب قتل كعب بن الأشرف. فإحنا ما خدناش كده أي استفادة، ما فيهاش فقه يعني. اسم الواقعة اللي حصلت قتل كعب بن الأشرف. فأنت تيجي بقى تقول له ده، طب يا جماعة ده لا يليق بالرسول ولا بالقرآن اللي أقر إيه عقوبة اللي يسب الرسول ويسخر منه ولا شيء. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، وإحنا هنلعنه في الدنيا والآخرة. خلاص؟ طيب دي ليست أخلاق الرسول، الرسول لا يغدر، ليس من شيمه ولا أي رسول، ورحمة العالمين وممنوع حاجات كتير قوي. فالبخاري يعمل حاجة لطيفة، ودي أول وده أول سؤال هقول لكم اللي هو محتاج نسأل. البخاري أخرج الرواية دي في أربع أبواب. الباب الأول زي ما قلنا اسمه باب قتل كعب بن الأشرف، ماشي. طيب يا إمامنا الفاضل البخاري، تقدر تقول لنا الرواية دي جواها الغدر وده كله وهذه الخسة التي لا تليق بالرسول أبدا معاذ الله، ولا بالسادة الصحابة، ولا بالقرآن اللي قال لهم اللي يؤذوا رسول الله اللي يؤذوا الله ورسوله ما تجوش جنبه؟ السؤال نسأل البخاري نكتسب ايه؟ هو ليه طبيعة كده انه الحديث ياخد منه استفادات جانبية ويسميها ابواب، بيسميها ايه يعني؟ ده الحديث العمدة ودي اللواحق ليه يعني، اللي هما ليها اسم كده فهم الحديث ان هو يعني ايه الاحاديث المساندة يعني. خلاص؟ السؤال، فهو البخاري خد منه اول شيء نستفيده باب رهن السلاح، ماشي، لان هو قال لهم ارهنوني نسائكم ارهنوني الولد، قالوا له لا نديك اللقمه السلاح، فراح هو واخده كفقه ان احنا ممكن نرهن السلاح عيوني. بصوا بقى البابين التانيين اللي هي نفس الواقعه اللي عملها في الجونيه. البخاري لقى حاجه غريبه في الروايه عايز يبررها، بدل ما يقول السند ده فيه حاجه خطا وهذا لا يليق بالرسول، لكن البخاري ما عملهاش ابدا رحمه الله الامام الفاضل. بصوا البابين التانيين اللي هم غير باب نفس الروايه، خلاص، واحده اسمها قتل كعب بن الاشرف بيوصف الحكايه، وواحده اسمها رهن السلاح بيستفيد منها يعني فقه. بصوا البابين التانيين، واحد باب الكذب في الحرب، ركز بقى. اتنين باب تاني خالص في كتاب الجهاد والسير او السير، انا اسف، السير يعني الحرب، باب الفتك باهل الحرب، تفتك بهم يعني تقتلهم. ماشي، تعالوا نناقش دول بس. وده أول تساؤل بقى بين القرآن اللي قريناه يوم الأربع يوم الثلاث وجزء من الأربع، وبين اللي احنا بنسمعه ده وبيقولوه على الرسول، وقواقع ثابتة تماما. خلاص؟ هنسأل طبعا وهنكمل بكرة. هو السؤال، لو تلاحظ الجملتين الأولين في البابين باب الكذب في الحرب، الباب الثاني باب الفتك بأهلي الحرب. فالسؤال المطروح يا إمامنا البخاري، عشان يبرر هو البخاري صحة السند بتاعه، هو مش شايف الرسول مثلا عايز تبرير، هو الرسول ما حصلش الحكاية أصلا، هقول لكم دلوقتي إزاي ما حصلتش، لكن هو عايز يبرر السند، إن السند جاب له الحكاية دي فلازم تخلص على كده، لازم تطلع صح، ما ينفعش يقول السند لا، الرواية تيجي زي ما تيجي زي الجونية اللي متابعة معايا وزي أسوأ من كده. فراح مسمي الحكاية كلها إيه؟ مرة الكذب في الحرب، ومرة أهل الفتك أو الفتك بأهل الحرب. السؤال اللي بتدي نجاوب عليه بكرة يا إمامنا البخاري، لأن ده تبويبه هو، فقهه هو، هي فين الحرب أصلا بقى؟ إيه الحرب في كده؟ في المدينة حرب؟ حرب مع شخص؟ والله غريبة دي، جديدة، سبحان الله. باب الكذب في الحرب والفتك بقى الحرب، فاحنا هنتساءل من اول بكره بقى وهنجاوب بكره فين الحرب عشان يبقى فيه كذب او فتك. نشوف، كمل بكره واشوفكم بكره.